بسم الله الرحمن الرحيم 3/2/2016 داخل مشفى الميدان في مضايا خرق جديد لهدة حزب الله المحيط ببلدة مضايا وبقين المحاصرة استهداف الطفلة غنى من القناصين والطفلة نغم أدى إلى كسر في عظم فخذ الطفلة غنى وتشظي اليد الطفلة نغم حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انا بحاجة عمليات او نعم طفلة غنى بحاجة الى اخراج فوري الى دمشق لتركيب الصفائح واجراء اللازم لتثبيت الكسر لدى هذه الطفلة.